السلام الخوت، كلا أدركم عارفين القواعدات، كوان الكيد والظلام. ما تنسوا الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ودعوة زينة مع جنودنا الحرار اللي في الصحراء اللي ديما كنحييوهم من هذا الكوان. تحياتي لكم الرجال، هذا ما كان على شران. نبدأ. الخوف بقى ملازمني كاع الوقت اللي عشتو، اولا هاد الوقت اللي كنتذكر. ما عرفتش واش نهار خرجت من كرش امي خرجت مرعود وخايف، اولا شي عقده زيتها في طفولتي. واش هي طبيعه الحياه اللي عشتها؟ واش هي الطريقه اللي رباوني بها والديا؟ اولا ربما يكون شي حاجه عميقه وصعيبه في الفهم. في الواقع هادشي كاع ما بقى كاين، غير هو الشي الغريب هو انني ما قادرش نشرح هذا الشيء او نفهمه لشي واحد. مناش خايفة قريت الفشل، اظهار الضعف، او لا خايف يحكموا عليا الناس، خايف من نظرة ديال المجتمع، او لا خايف نادي شي حد، او لا خايف هو ياديني. مناش خايفة قريت. هذا هو السؤال اللي ديما كيضرب لي كي الزنزال في الغلوغي. انا كنت تفكر ديما واحد النوطة ديال شي حد من العلماء ولا من الفلاسفة، ما بقيتش عاقل بالضبط، من اللي قال ما كاينش شي حاجة نخافوا منها من غير الخوف براسه. هي فلسفة زينة وكنت تمنى نطبقها المثلة دي ونعرف بقيمتها، لكن للأسف القول سهل والتطبيق صعيب. وإلا مشيتي شي حد في اخصائي نفسي ولا دوك الناس بسيكولوج ولا بسيكياتر، يقول لك باللي الخوف راه واحد الانطباع طبيعي للنفس ملي كتشعر بالخطر، رد فعل القتال او الهروب. هذا الشيء مطبوع في الحمض النووي تاعنا. كيفاش كيتفاعل دماغنا مع هذا الخرطي؟ هذا هي فعلا غريزه صعيب تسيطر عليها، ولكن بالنسبه للناس اللي بحالي يقدر يكون الخوف هو الشعور بالذنب وكراهية للذات، لدرجة أن الاكتئاب والقلق والتوتر والستريس اللي كنحسو به يقدر يولي عائق في حياتك. ما غيوليش غير عائق، وإنما يقدر يمنعك أنك قاع تعيش حياتك، غيمنعك حتى من الخدمة على أقل المستويات. فبلا تطوال في المقدمات، ندخل لكم للمسقي. وكي العادة اللي ما كيعجبوش اي نعطي المسلوق ونرويه له بلو لحكايتي. على مر السنين عانيت من هذا الشيء، كنت كنعاني من هذا الشيء بشكل شبه دائم. الا قلت لكم باللي الوقات اللي حسيت بها بالفرحة ولا السعادة راه من عاد ما تقدر تكون ما كايناش، غا تقولوا هذا كذاب. ولكن سمح لي نقول لك باللي انا راه ماشي كذاب، وانما انا غير واحد كيعاود لك قصته اللي تقدر تطلعها عليك الضيم وتقدر توشيك، وعارفه غاتوشي بزاف ديال الناس. احساس اللي كنت كنحس به بحال داك القرد اللي كيكون معلق في ظهر امه بحال هكاك، ما كيبعدش عليا. القصه اللي غنعاود لك راه قصه ما سهلهش يا صديقي، حيت هاد الشيء غادي يوقع ليا في اسوأ وقت في حياتي. نقدر نقول لك باللي انا محظوظ حيت نجيت منه، دوزت اكفس ايام حياتي ودزت من نوبات حادة ديال الأمراض النفسية، فترات اللي شعرت فيها بالضعف الشديد لدرجة أنني مقدت حياتي، ولدرجة أنني ما بقيتش قادر حتى ندوش، ما بقيتش قادر ناكل، ما بقيتش قادر نخرج حتى من بيتي، ما بقيتش قادر ننعس، ما بقيتش. عرفتي إلا جيت نحسب لكم ما بقيتش شحال من مرة كانت في حياتي، راه هنا بقيت. ولكن واخا هكاك كنت كنقول يقدر يجي واحد النهار وهذا الشيء يكون غير بحال شي حلمه يبات ما يصبح. ولكن الشيء اللي غادي يوقع لي في العام اللي فات غادي يفوت كاع هذا السمر هذا اللي عاودت لكم حتى دابا.
العام اللي فات ما بقيتش كنحارب الشياطين اللي كانوا داخل ديال الغلوري، حيت هاد المره كنت مصاب بالرعب من واحد الوحش اللي كان حقيقي. انا بديت كنسول راسي واش هاد الوحش كان تجسيد الاكتئابي ولا شنو، او لا ربما حاله ديال البارانويا اللي كنت كنعاني منها، او لا هذا شيطان حقيقي جا من اعماق الجحيم باش يعذبني. الصراحه ما قدرت وما لقيت حتى شي جواب اللي نقدر نجزم به في هذا الشيء. داكشي علاش جيت اليوم وقلت مهم انني نحكي قصتي باش على الاقل نعطي الامل للناس الاخرين اللي غادي يكونوا بزاف. طولت بزاف ياك، غادي يكونوا بزاف وما ما حاسينش وما دارينش، او لا نقدر نقولها لكم بالعربيه تعربت وما في دار غفلون ما عارفينش شنو كيدور بهم. اذا سمعتيني نهضر معك العزيز غنقول لك باللي مهما كانت الحوال راه ما دايماش، سواء كانت زينه ولا حزينه، مثل حتى انا اللي كنت ما كنامنش بها وما عمرني امنت بها، ولكن تطبقات عاد وليت كنامن بها. الا قلت لكم كيف بداني هذا الشيء نقدر او لا تقدروا نتوما تضحكوا عليا. طفولتي عشت واحد الطفوله اللي كانت ما عرفتش نقول لكم، نقدر نقول لكم عاديه، ولكن غيتقلب كلشي غيتقلب كلشي وغندير لكم سكيب باب طفولتي، حيتاش كانت طفوله ديال اي واحد عادي، كنت كنلعب كندير اي طواز مرا بحالك انت اللي كتسمعني انت دابا. غيتقلب كلشي حتى النهار غادي تخليني الدريه اللي كنت كنبغي. يا لسخريه القضاء. النيه وما دير. بعد هذا الانفصال الفوضوي تحت في هذه الحفره ديال هذا المرض للعين، وانا ما داري كاع شنو كان بيا. في الاول كان كيحسب لي باللي راني مريض بالقلب، حيتاش بداو كيجيوني اعراض ديال القلب، القلب كيضرب بزايد. وايلا قريت واش انا سبورتيف، كيف زعما هاد القلب هذا اللي حتى لدابا عاد ولا كيضرب بزايد. بقى فيا غير الوالد اللي عذبته مسكين، كل ليله طايح ليه بالليل ويديني المستعجلات. الوالد كان ميليتير، كنت كيديني ديما المستعجلات ديال لوبيتال ميليتير ديما يوميا تقريبا بالليل. بالليل كان تزير لدرجة ان واحد الطبيب واحد المرة كانت في واحد البيرمانونس ديال شي شهر تقريبا غادي يكون تما بالليل في المستعجلات. باقي كنعقل عليه كان ميدسان كوموندو، يعني كوموندو في الكراد. كل مره كنجي ونقول ليه اشنو كيضرني، والمشكل ملي كنوصل تما كيديروا لي التخطيط ديال القلب، وكنقول لهم عندي ضيق في التنفس ويديروا لي الراديو د الصدر، كلشي كيبان نورمال. الله يا ربي الله اش هاد الشيء، كي غنديري كي غنديري يا ربي. عرفتي كنبان بحالي الا كنت كنكذب، كنبان بحالي الا كنكذب. واحد المرة داك الطبيب لدرجة انه عرفني صافي، غير كنجي كيبقى حاط يدو على خدو كيتصنت ليا، تنبقى نقول ليه ضرني هنا وكنحس بهادي. والمشكل هاد المرض العين ما كتعرف حتى كيفاش تشرح، كتبقى تقول لبنادم شي حوايج هو انت براسك انت براسك ما غاديش ما غاديش تيق او لا ما غاديش تفهم داكشي اللي كتقول. وكنحس بالمصران بحال الا فيه شي عرق كيضرب. يا الله فهمها انت فين، ما عرفتش في الداخل ديال كرشي كنحس ب جيت النبوله كاين تما شي حاجه بحال القلب. شوفوا ياك ما عندي شي جوج قلوبه، عرفتو بديت كنقول هادشي لداك الطبيب كل مره نقول له اشنو بيا اشنو بيا. حتى واحد النهار خلاني حتى ساليتو بدا كيضحك ويقول لي
سبحان الله العظيم، عجيب امرك، انت عمرني شفت شي حاله بحال ديالك. عيات معايا حتى هو مسكين، كل مره يقول لهم ديروا ليه الاكسجين، ديروا ليه التخطيط للقلب، ديروا له راديو الصدر، والو كلشي هو هذاك. اما لي زاناليز التحاليل كل مره كيعطيني طاشمه ديال التحاليل، ديال الكبد، الريه، القلب، الكريات البيضاء والحمراء، وما خليتش من تحليله درت والو، حتى حاجه ما عدي. وعرفتي شناهي تكون انت من الداخل مريض وكتمشي وكيقولوا لك راه ما عندك والو، عرفتي راه كتقول الله يا ربي الله اشهد العذاب، انت راه ما داريش، ما عرفتيش اشنو بيك. ولكن حيت هاد المرض هذا راه ما كيكونش غير نفسي، راه تيكون بعض المرات هو كيبدا نفسي وكيبدا يعطيك اعراض جسديه. كنبقى نقول لا يا ربي الله، واش شنو زعما، واش فيا شي مرض مازال ما تكتشفش ولا شنو؟ وهذا الشيء كامل بسبب ديك مسخوطة الوالدين، حيت كنت غادي مع بنيتي نهار قلبات عليا ستات سعود، قلبات وجهها واحد القلبه خايبه اللي لحد الان ما عرفتش علاش ولا كيفاش، واللي كنت كتبين ليا بلي راه انت كلشي في حياتي، وتا انا كنت غادي مع بنيتي ومتيق داكشي اللي لدابا مازال متيقو، حيتاش داكشي اللي عشت انا ويا عمرني قدرت ننساه ولا غنساه شي نهار. راه ما عرفتش عشنا شي حوايج راه بزاف، كيفاش حتى قلبات وجهها اللهم انت تعالى هو اللي عالم. كيف قلت لكم بقى فيا غير الوالد مسكين اللي كل مره نفيقو بالليل، الليل ما بقيتش كنحملو حيتاش غير كيوصل كنتزير فيه، وهذا الشيء قبل ما نعيق بالقلب او لا قبل ما يعيقوا ليا هما بالقلب. الرقيه ما خليت ما درت، ما عرفتي هاد لابيس ديال الرقيه كنمشي، عرفتو حتى هاد الناس الله يسمح لهم، والله القسم من الله يسمح لهم، هاد التجار ديال الدين اللي كيتاجروا في كلام الله. تخيل معايا كنمشي عند بنادم كيبدا يقرا عليا، وانا من اصلا فيا الخلعه من داك بنادم، اي فوا كيبدا يقرا انا كنتخلع، قلبي كيبدا يضرب صافي، تيقول لهم هذا عدو السحر المغشوش المدفون المسقيل من المنشور المزمر المنبوت، عرفتو شي حوايج. وليت عايش في واحد الدوامه ما بين الفقهاء وما بين الطباء اللي حاروا فيا، وحتى شي حد من دوك الطباء اللي كنت كنمشي عندهم ما حط ليا صبعه على الجرح، كلشي واحد كيباسيك لواحد، ديو دمو القلب دوزو ليه تبعو ليه معاه، يديوك ملي بديت مع الجينيراليست وليت مع الطب المتخصص، تبعت مع مول القلب، كل مره يعطيني تحليله القلب هو هذاك، تبعت مع مول الصدر تا هو هو هذاك، وما خليت ما درت والو، ما عندك والو اكريت دخلها لراسك، والوالدين تيقولوا لك راه ما عندك والو اش غنديروا ليك، وانت من الليل كتزير والداخل ديالك راك مدمر لدرجة الخدمة اللي كنت خدام سمحت فيها بالهلا يطريه لي، حيتاش ما قدرت، وليت كنقول راه غير غنخرج من الدار غنموت، غنخرج من الدار غنموت، اللهم نجلس نموت في الدار، وانا كنت ما كنرضاش. ايماجينيو معايا انو الدراري صحابي اللي كنت كنعرف كاع
كنا دايرين واحد الفريق ديال الكره كيجيو يلا تلعبها كريت وانا ما قادرش نلعب. الدروجي الا طلعت معاهم قلبي كيبدا يضرب. كنقول لهم لا راه ما مريض. بديت معاهم بهاد لابيس ديال المريض في الاول، مرض عادي زعما، السخانه الرباح في الكحبه ضرني الراس فدوع من رجلي يدي، والميتان كانوا جوج مرات في السيمانه على الاقل. صافي حتى ولاو شاكين فيا مالك، وانا ما قادرش نقول مالي، مرضي ما قدرتش نقوله لشي واحد حيت انا براسي ما عارفش مالي. اش غتقول لبنادم كيضرني القلب وانت ما فيكش ما عندكش القلب؟ والقلب ما كيضحكش مع مولاه، القلب الا تيضرك راه غيطيحك. شنو نقول لهم؟ عندي ضيق في التنفس، ما فياش الضيقه. الضيقه حتى هي ما كتضحكش مع مولاه، راه تشدو تخنقو. ولكن انا فعلا كنحس براسي مخنوق. اش غنقول للدراري صحابي اللي كيجيو كل مره يدقوا عليا يلا راه عندنا ماتش؟ اش غنقول للدراري صحابي ملي كيجيو يدقوا عليا يلا كريت راه غدا غادي نمشيو للبحر؟ وانا البحر عباد الله خايف لا نمشي ونموت فيه، خايف لا نمشي نموت في الطريق، خايف لا نخرج غير من الدار نموت. التفكير ديال الموت ولا ليا معشش في الغلوغي. اما نرجع لكم للبوان ديال الخدمه، الخدمه كنت خدام واحد الخدمه اللي مزيانه، كنت كونطابل في واحد الشركه، ماشي كونطابل نيشان وانما ايد كونطابل يلاه بادي معاهم. المهم مزيان سامار، خدام في بيرو. خدمة ديال الكونطابل انا اللي كنت كنديرها هو غير كيسيني داك الشيء ويعطيه الما عليه. هاد الناس هادو كانوا كيتعاملوا معايا مزيان، وحتى المدير كان في الاول معايا مزيان وكان مطمئني بانني واحد النهار غنولي كونطابل، حيت ايد كونطابل ماشي كونطابل، ايد كونطابل مساعد محاسب، وكونطابل كتولي انت هو المحاسب. وزعما كانوا عندي افاق، كنت انا كنحلم. ولكن في لحظه مشى كلشي ملي بداني هذا المرض للعين، عرفتو قارتهم بالشواهد الطبيه. حتى لواحد النهار هو يصيفط لي المدير واحد الميساج في المايل، اسمح لينا كريت حنا راه كنستغناو على الخدمات ديالك. عذرتو والله تعذرتو، حيت هو الفيديسير ديالو اولا مكتب الحسابات خصو الناس اللي يكونوا كابابل اللي يجي وينطي ليه الشغل. اش عدو ما يدير واحد بحالي اللي بصحته وبعينيه وبرجليه وبيديه ولا شتيه تقول هذا يهد جبل، ولكن راه مبقاش قاد ينوض من الفراش، مبقاش قاد يخرج، حيت اش كيقول ان فوا غنخرج غنموت. وهاد الفكرة ديال الموت اصعب فكرة تقدر تعشش ليك في دماغك. وليت كل نهار كنقول راه غدا ما غاديش نصبح، وغدا كنصبح. اما الناس ما نعاودش ليكم عليه، فراه كنبقى نتقلب بحال شي واحد كيتقلى، كنتقلب والو ما كيبغيش يديني الناس. فهاد الوقت الخوت بالضبط حسيت باللي كلشي تقلب عليا، حسيت باللي الدنيا كامله تقلبت ضدي، وما كانش هذا هو الحال من قبل. كنت واحد بنادم اللي محبوب عند البشر، ما كانت تعدى على حد ما كيتعدى لي، وبيس اند لوف عايش هو هذاك. في لحظه تقلب كل شيء، داك الشيء جا بحال شي حلمه، بحال الا كنتي مريض وصبحتي بخير. وبحال هكا نهار تفرقت مع اختنا، في الاول قلت ماشي مشكل زعما صافي ما كتابينش لبعضياتنا صافي الله يعاون كل واحد يشد الطريق، ولكن ما عرفتش باللي قلبي انا كان هشيش ولا نيتي اللي دارتها لي ولا ما عرفتش. انا بديت في صراع نفسي حاد مع لوكور ديالي ولا مع النفس ماشي مع لوكور. علاش دير ليا هكاك؟ علاش تقلب وجهها؟ علاش
ملي كنصوني علاش بلوكاتني علاش شحال من علاش وعلاش وفي الاخر ما كتلقى حتى جواب مقلاش. في واحد اللحظه من الوقات ولا تقلب ليا هادشي ولا الناس كيجيني وماشي ناس عادي، ناس اللي نقدر نقول لكم كان ناس 18 ساعه حتى 20 ساعه وما نملش من الناس. كان هادشي كيلعب بيا كيف ما بغى. كان الناس هو الهروب الوحيد من هادشي اللي كنت كنعيشو. على الاقل ملي كنت كنعس كنسى العالم وما فيه. واحد اللحظه او التاني من الوقات بديت كنحس براسي بلي الناس مبقاش بغا يجيني تاني. الله يا ربي الله، هو اللي كنت كنهرب منه من الحياه. وليت كنهرب من الحياه وانا باغيها، وفي نفس الوقت هي باغاني وانا هارب منها. فهمتي شي حاجه؟ ما غاديش تفهم. عرفتي علاش؟ حيت هذا الشيء انا براسي ما فاهموش. هذا هو الاحساس اللي كنت كنحس به بالضبط. غنبقى هكا هكا عايش في هذا البحر ديال الصراعات النفسيه القاتله. ولكن ما كنتش عارف راسي انني انا ما مريض. انا ما عديت حتى شي مرض جسدي، ما عديت حتى شي مرض عضوي. الامراض العضويه ما عديش، وانا كنحس بلوكور ديالي كله مضرور. وركبتي كنحس بها كضرني بعض المرات وانا ما داير حتى شي فو موفمون ولا تا سبور، ما بقيتش كنديرو. واصبعي الصغير كنحس به كيضرني بعض المرات حتى هو. يا الله مالك فيه الله اعلم. واشي اعراض راه اقسم بالله حتى تشد كرشك وتبدا الضحك ملي كتفكرهم من بعد. بقيت هكا، بقيت هكا في صراع مع النفس، في صراع داخلي. والوالدة والوالد طيبتهم مساكن، طيبتهم ما خليت فيهم ما يتصلح، صوتهم ماشي داكشي فات الطياب. والدة مسكينة كانت كتجي وتبقى تبكي و حتى كتعيا وكتمشي. اما انا فراه كنت كنبقى نشوف فيها كتبكي، ما كنحس بوالو. كنقول دابا راه كتبكي حيتاش عارفه اني غنموت. شو الفكره اللي كانت عندي؟ كل شيء بسببها. كل شيء بسببها، الله ياخذ فيها الحق. كل شيء بسببها حيتاش قلبات عليها وجهها بدون انذار بلا ما نتخاصمو. تخاصمنا خصومات خايبين وما درتش هكا. وكاع امتى غيديفلوبا هاد الشيء عندي وغادي نحس بالطعنة الخانزة الخامجة الخادرة؟ نهار غادي نعرف بلي ختنا مشات الامارات. اختنا تزوجات ودا واحد الاماراتي. بغيت من هاد المنبر نقول لكاع دوك البنات اللي ما معاشرينش بالصفة، وحتى الدراري، بغيت ليك بحال هاد المرض باش دير عقلك، باش تحس بنادم وتعرف باللي الاحاسيس والمشاعر ديال بنادم راه ما كيلعبوش بيهم الناس. ماشي هذا هو موضوعنا. المهم هذا غير نوطة بغيت نذكرها وصافي. نهار عرفت بلي ختنا مشات للامارات، انا بحال الا ضربني شي حد بطرشة. ويلا كريت صافي ختنا دابا فات. انت مالك دابا على هاد الحالة؟ بقيت واحد الليله كنقول راسي مالك، واش انت مريض ولا مالك؟ انا مريض. ولكن انت راك ما مريض. والله الا هذا هو الحوار اللي كنت دايرو مع الغلوغي. بقيت مقاتل ومقارع معاه
انت راك مريضة الشريف. بقيت كنقلب في جوجل، جوجل هو اللي غادي يعطيني راس الخيط. بديت كندير الاعراض اللي فيا. واحد اللحظة واني نقرا واحد الارتيكل كان كاتبو شي حد وين نفس الاعراض بحال كان خونا كيهضر عليا. في الاخر قال باللي راه عدو الاكتئاب واكتئاب حاد، كون ما عتقش راسو راه كان غادي ينتحر. والصراحة انا الافكار الانتحارية ما كانوش ليا في بالي الحمد لله، حيتاش كنت كنصلي، كنت عارف بيني وبين الله. ولكن خونا من غير هاد الافكار الانتحارية كل شي داكشي اللي دوا عليه كاين فيا. هنا الطب الوحيد اللي ما مشيتش ليه هو الطب النفسي، وقلت كيفاش تزقات لي هاد النقطة. الغد ليه غادي نصبح عند واحد الدكتور. من بعد ما درت بعدا هو الاول واحد سيرش في فيسبوك، قلبت على الدكاترة اللي كاينين في مدينتي، لقيت باللي زوج اللي مزيانين، كاينه امراه وكاين واحد الدكتور، يعني كاينه دكتوره ودكتور. اختاري الدكتور بحكم انني راجل غادي نهضر معاه بعدا. امراه شويه ما عرفش، ما غاديش نرتاح للهضره ديالي معاها، ما غاديش نقدر نعاود ليها ولا ما اصلا ما عرفش حتىش انا نعاود. غد ليه مشيت عند داك الدكتور، تلاقيت عندو الغراق ديال البشر. ما نكذبش عليكم، ملي شت هاد الناس والله الا ارتاحيت. عرفتو بنادم في الكركاس ديالو كيبان ليك ها هو واقف مهندم ومنتك. نقدر كاع نقول لكم باللي كاين ناس جايين مكسطرين، وبنادم قوسطو، وبنادم كيبان مزيان، وكاينين ناس اخرين كيبان فيهم المرض، كاين اللي يساهي وكاين اللي. حيت انا كتعدي واحد الفكره غالطه على انني الا مشيت للطبيب النفسي غادي نلقى بنادم حماق، بنادم مسكين مفربل، بنادم كيضرب بالحجر. ولقيت بنادم فين بان، انا بنادم بوكس ومنتك وجالس في كرسي تا هو وكيتسنى نوبته. هنا قالت لي هذيك اختنا راه اليوم عامر، خصك تشد النوبه الا بغيتي تجي مع 6 الصباح وتقيد سميتك في ورقه اولا نعطيك رونديفو. قلت لها واخا رونديفو امتى؟ قالت لي من هنا سيمانه. قلت لها الا بغيت نجي غدا؟ قالت لي خصك تجي مع الصباح قد ما بكرتي راه مزيان، جي بكري وغادي تقيد سميتك مع الناس الاولى اللي غيدخلوا. هذيك الليله بعد ما دانيش الناس مشيت لتما مع 5 ديال الصباح، جيت مع 5 ديال الصباح وكنت انا هو السادس، باقي كنعقل عليها مزيان، كنت انا هو السادس. بقينا كنساينو تما حتى 8 عاد كتحل لاكابين ديال الطبيب، ولكن داك الطبيب تا هو ريغلومونطير 8 هي 8 كيجي. استقبل دوك الحالات اللي كانوا قبالتي وي تينوبتي، باقي كنعقل على الدخله الاولى اللي هي الطبيب. مع دخلت قال لي مالك سي فلان؟ قلت له اش غنقول لك، انا كنحس بهنا كيضرني وهنا كيضرني، والغد لي كنحس باحساس اخر، كنحس باعراض اخرين، ومره نحس بالرضان حاشاك، مره نحس بالمصران، مره نحس بالحكه، مره نحس بالقلب، القلب خلاص القلب ديما كيضرب زايد، وبالليل كنتزير. مع قلت لي هذا الشيء ويكمل لي هو، وكتحس بهادي وكتحس بهادي وكتحس بهادي، وانا كان اكسبتي براسي عرفتو بحالي لا كنحس بواحد الاحساس كنت كنحس بيه ملي كان هو كيكمل لي عرفتو. مع دزت بزاف من عند الطبات حتى واحد ما فهمني، وهذا كان كيكمل لي انا غير بديت ليه هو كيكمل لي عرفتو. وحسيت بواحد النجاح
كانت هذه الخطوة الأولى للشفاء. حيت شنو هو الشفاء؟ هو تعرف بعدا المرض وكتحس بهادي. وكنقول له دكتور وعرفتو. بغيت نطرطق بالفرحة ملي بدا كيقول لي داكشي باش كنت انا كنحس. واخيرا لقيت شي واحد اللي فهمني. واخيرا لقيت الطبيب اللي يقول لي بعدا او اللي يحس بيا ويحس بداكشي اللي انا حاس به. هنا غادي يسكت واحد اللحظة ويقول لي المهم شوف نقول لك واحد الحاجة. انت ولدي راه عندك واحد الاكتئاب اللي حاد ما يخلاكش هاد الشي راه ما كيقتلش بنادم مادام انك ما عندكش افكار انتحارية. حيت اش ديجا سولني عليهم قلت له لا انا ما مرني فكرت انني نادي نفسي. قال لي مادام ما عندكش افكار ديال انك تادي نفسك راك غتشافى بإذن الله ما تخافش. قلت له واش عرفتي شحال من طبيب علاش مشيت؟ قال لي عرفت. قلت له ولكن علاش دوك الطبات تا واحد ما قال لي راه شي حاجة عندك نفسية ماشي جسدية؟ انا مشالي لواحد البوان اخرى اللي ما بغيتش نذكرها ولكن نذكرش تماماً كاع. انا بدا كيقول لي راه كاينين اطباء اللي الله يسمح ليهم ما كيخدموش بشرف. الهدف ديالو هو انه يعطيك واحد النوع معين من الدواء اللي تمشي كيكون داير مع دايرين مع لي فارماسي ومع الشركات ديال الدوايات. المهم كيديروا كسلها وكاينين اطباء ولاد الناس. المهم ما عليناش هذا ماشي موضوعنا. المهم دابا انت غادي تطبق مزيان هادشي اللي غنقول لك. هنا غيبدا عليا بالنصائح. خصك تجاهل، خصك تواجه، خصك تدير، خصك تفعل، خصك تترك. الصراحة هو كيهضر وانا كنتشارى، كيهضر وانا كنطرد دوك الافكار دوك الحوايج الخايبين الخاطرين الخامجين اللي كانوا ليا في الغلوغي. باقي كنعقل تسالا هضرتو. المهم سالا بدا كيهضر يهضر تسالا وانا نتنهد. درتك انا تنهدت هكاك خرجت سبونطاني. هو يقول لي تنهد عليا تما انا راه كنهضر معاك في البلاصه تقلب عليا. انا الصراحه كنت غندور فيه نقول لي واش طمريض ولا مالك شويه. قلت لا قريت. هو كان عارف كيفاش يتعامل مع حالتي كانت باغا شي واحد اللي يوقظها. مع العلم انني حكيت له على الدريه اللي خلاتني ومشات الامارات. واكيد انكم عارفين شنو هيقول. مشات هي تجي وحده اخرى ومشات وحده اخرى يجيو 10. فعلا داكشي نيت اللي كاين. المهم اللي تنهدت عليه دار فيا قال لي تنهد عليا تما. قلت له لا دكتور راه ماشي زعما تنهدت عليك راه خرجات. قال لي راه انا عارف هذيك علاش خرجات. هذيك راه خرجات داك واحد رد فعل تلقائي اللي ما تحكمتيش فيه انت زعما قلتي ليا بلي صافي راه هاد الهضره اللي قلتي راه كنتي كتساينني غير نسكت. قلت له لا دكتور والله ما كنت كنساينك تسكت بالعكس راه ما حدك كدوي وكتعطيني واحد الانرجي اللي كانت بوزيتيف. قال لي وما عرفت. المهم ما عليناش. انا غيقيد ليا جوج دوايات. قال لي عندك هاد الكينه في الصباح ونص كينه من واحد الكينه اخرى في الصباح حتى هي. وداك النص ديال ديك الكينه اللي عطاني في الصباح عدي وحده منها بالليل. ما نكتبش عليكم الخوت. السيمانه الاولى بديت كنحس بلا فرق. بديت كنحس براسي. بديت كنرجع فلان اللي كنت كنعرف. بديت كنحس براسي من بعد ما فقدت الامل في راسي وفي الحياه وفي كل شيء.
بديت كنحس براسي كنرجع فلان اللي كنعرفو. رجعت كنفكر باش نخدم، رجعت كنفكر باش ندير علاقات جديدة مع الناس، لدرجة انه دازت واحد السيمانة ومشيت للبحر مع الدراري. والله إلا مشيت للبحر وشوف دابا هتجيكم في شكال ياك، ولكن راه نمشي للبحر مع الدراري كان إنجاز، هدي إنجاز في ذاك الوقت. الحمد لله رجعت لحياتي الطبيعية من بعد شي 4 شهور غادي وكنت تحسن، وحتى المرض شديت والديه ما حدو يالله بدا، داكشي علاش حتى الدواء كان معاوني، وحتى النصائح ديال الطبيب كنت كندير بهم بالحرف وبحذافرهم. هنا كانت عاونتني حتى واحد السيدة الله يجازيها بالخير، واللي هي مراتي دابا. هاد السيدة هادي اللي تلاقيتها في هاد الوقت هادي اللي كنت حطيت عليها الراس، الوقت فاش كنت كانت شافة حطيت عليها الراس وبديت كنعاود ليها، وكانت تاهي أذن صاغية، كانت تاهي كتعطيني ودنيها مسكينة، وكانت قمة في الحنان. هاد السيدة هادي اللي رفضت 2 ديال العرسان اللي كانوا واجدين حسن مني على قبلي، وماشي كنقول لكم هادشي زعما ديك القضية ديال راه جا خطبني بيلوت ولا جا خطبني قريت ولا كانت كتستيني زعما جيرة، لا سيدة بالصح كانوا جاوا 2 ديال الناس اللي كانوا واجدين ورفضاتهم على قبلي، وكانت كتقولي انا معاك حتى توقف على رجليك. وفعلا من اول فرصة جاتني واحد الخديمة بديتها، وباقي كان عقل بديتها بالخميس. الجمعة قلت للوالدة غتمشي تخطبي لي، قالت لي ويلي كاع نخطبو ليك، قلت لها قالت لي طاقولها لباك. انا الوالد كنت كنحشم منه الصراحة، ما هادشي ديال ماشي كنحشم منه، كنت هادشي ديال الزواج بالضبط كنت كنحشم منه فيه. قلت لها لا لا الوالدة غير سيقول سيري قولي عليه انتي، قالت لي واخا انا غادي نقولها لي ولكن راه ضروري طلعت تهضر معاه. طلعت عدو من بعد ما لاحت لي الوالدة الهضرة بس لي راسو ونجلس حدا، قلت له الوالد قالت لك الوالدة شي حاجة؟ هو يقول لي وقالوا لي بغيتي تتزوج. عرفتوا اخوت ما كرهتش الارض تشقوت بالعيني ديك الساعه، ولكن الوالد حتى هو كان متفاهم، قال لي الزواج ولدي راه مسؤوليه وكذا وكذا، ولكن ما حد باك عايش راه حتى حاجه ما تخصك. الوالد كان زعما ماشي في واحد مرفح، راكم عارفين الخلصه ديال العسكري راه على قد الحال ومتقاعد. قلت له لا يخطيك الوالد، كما قلت لكم خدمت الخميس الجمعه هضرت مع ماري الدار، رديت عليها قلت لها شوفي السبت غدا حنا جايين نخطبوا. وفعلا السبت مشينا دينا داكشي اللي خص يدار، وكانوا دوك الناس من احسن الناس اللي عرفتهم في حياتي الصراحه. والديها من اطيب خلق الله، الوالد ديالها حتى هو كان ميليتير، وانا مشيت وكنت غالباني الحشمه، ولكن ملي تلاقى الوالد والوالد ديالها بداو كيهضروا على العسكر وانا عزيزين علي هذوك المواضيع صافي، وبقيت اونكاجي معاهم صافي، حتى بدات ديك القضيه ديال طالبين راغبين. المهم راكم عارفين من بعد شهر ضربنا الكحل في الابيض، والحمد لله بفضل الله وفضل هاد السيدة وفضل الطبيب رجعت لحياتي الطبيعية. دابا راه عندي 2 وليدات، هاد القصة الخوت راه قصة واقعة للدري صاحبي، الدري صاحبي اللي دوزت معاه
الحلوة والمرة، واللي كان واحد الوقت قلت صافي راه مشى فيها، واللي انا براسي بعدت عليه في ذلك الوقت. ماشي بعدت عليه، وانما هو مبغانيش مازال، حيتاش كان ساد على راسو. عاودت لكم هاد القصة بالضبط علاش بغيت تاخذوا منها عبرة. بغيت الناس، حيتاش عارف بزاف ديال الناس غادي يكونوا فيهم هاد الاعراض وما عارفينش السبب ديالها، وكيقولوا راه فيا هادي ولا فيا ديك، ربما ما عندك حتى شي حاجه العزيز، ربما يكون عندك المشكل النفسي. فالحق الا لقيتي شي ما يتلحق، حيت المرض النفسي اخطر من المرض العضوي. والله القسم راه اخطر من المرض العضوي. المرض العضوي تقدر تاخذ ليه كالمو ويتكالما، تقدر تاخذ ليه انتي بيوتيك وتقضي عليه ويمشي. المرض النفسي لا، صعيب تقاومه، خصوصا الا ما كنتيش عارف. وتقدر كاع تكون عارف، والا كان عش فيك صعيب، صعيب بزاف يحيد. شحال من واحد مسكين غتلقاوه انتحر، وغتقولوا علاش فلان كان مزيان وظريف، ولكن راه حتى واحد ما كان حاس به. الامراض النفسيه راه كثيره وكثيره بزاف، وخطيرة لدرجات نقدر نقول لكم خطر من السرطان الله يحفظ. هذه هضرتي انا، ماشي هضرت شي طبيب، ماشي هضرت منظمة الصحة العالمية وداك الخرطي، هذه هضرتي انا عن تجربة، حيتاش السيد كيف كان وكيف ولا. منظمة ديال الصحة العالمية دارت واحد الاحصاء وقالت باللي 4% ديال الناس كتعاني من الاكتئاب، 3.8 منهم ما عارفينش راه كيعانيو منه، يعني 0.2 هي اللي عارفه. وكل عام كيموت 700,000 شخص منتحر بسبب هذا المرض اللعين. فالله يحفظنا ويحفظكم من هاد الامراض هذه، واللي يسمع شي حاجه بحال هكا كيعاني منها او لا تشاتو شي حاجه في هاد القصه، فرع عادي يا العزيز، انت كتمشي عند الطبيب النفسي ويشخص لك حالتك، راه هذا الشيء راه عادي. راه الطبيب النفسي الا مشيتي عندو راه ما كتسماش راه كهبيل ولا حمق، راه بالعكس الطبيب النفسي يقدر تمشي له انت ما بيك والو، يدير لك غير الفيدونج لدماغك، يدير لك الميزاجور. فنتمنى تكون رسالتي وصلات، نتمنى القصه بارطاجا. علاش؟ باش الناس توصل للناس، توصل للناس صافي، هادشي اللي بغيتها توصل للناس، نديو عليها اجر، حتى اللي بارطاجا راه غيدي اجر. فالله يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، والله يدينا في الضو. تران ديال هاد القصه الخوت كانت هادي التيرمينيس ديالو. فتصبح على خير، صباح الخير، بون جورني، على حسب الوقت اللي كتبزك لي القصة. تالله.